ما يجيش في دماغك دلوقتي ذنب معين انت عملته او مقيم عليه، وربنا يلقي في قلبك الحياء منه. احنا دايما بنقول ايه، ان المشكله ان انت وانت دلوقتي قاعد قدامي انا مش سامعك لان انت ساكت، انما ربنا سبحانه وتعالى يسمع ما في قلبك فيعلم ان انت قاعد ايه، سميع، او ان انت قاعد بتقول مش هتغير، كلام حلو او كلمتين مؤثرين بتاع ايه على حديثه بتاع الراجل عمال يزعق في المايك وصدى صوت بتاع يعني تمام. بس في واحد او اتنين او تلاتة او ايا كان قاعد في المسجد محدش بيه، محدش حاسس بيه خالص، محدش حاسس خالص، وهو بيقول ايه، يا رب الذنب اللي انا عملته مش هعمله تاني، وعين الذنب او ما عينوش، هو قاعد كده وقاعد ساكت وبيقول ايه، انا اتغيرت من جوه. فانت ساكت بس جوه قلبك كلام ربنا يسمعه، ربنا سمع، ربنا يسمع دلوقتي منك ان انت بتقول انا عايز اتغير، او انك بتصرخ بتقول انا هتغير، خلاص هتغير، هتغير، انا اتغيرت يا رب، لو مش هتغير ما تطلعنيش من المسجد، موتني في بيتك دلوقتي، انا مش قد الذنوب بره، خلاص اموت ونخلص وادخل الجنة، او يا رب مش عايز اقول كده، اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفاني ما كانت الوفاة خيرا لي، يا رب ثبتني، يا رب انا عايزك، انا اريدك، انا اتغيرت بحولك وبقوتك. يسمعها ويسمع صرختك ولو كلنا ما سمعناهاش، اما يجيب المضطر اذا دعا. بس في برضو واحد جنبه بيقول ايه، غيري ده، غيري، هو كلام حلو ماشي بس هو مش فاهم على فكرة ان في مجتمع وفي ضغوط وفي حاجات مختلفة، يعني هو عايزني ايه بالظبط، انا مش فاهم، انا مش عايزك على فكرة خالص لا. انما ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما.